السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديروا ان شاء الله واحد الكيكه باللون الاخضر بمناسبه راس السنه. غنبداو المقادير. عندنا 4 ديال البيضات، كاس سنيده عامر مزيان 250 غرام، كاس لارب ديال الزيت، ياغورت باي نكهه ماشي مشكل، ويستحسن الا كان ديال البيستاج. انا عندي ديال البنان، جوج خمارات حمرين وساشي ديال الفاني. وبالنسبه للطحين غنقول لكم شحال دخلت فيها. وعندنا هذا الملون الغذائي باللون الاصفر كما كتشوفوا، ولكن ملي كيتخلط راه كيولي اخضر، غير كيكون هكاك في الاول، ملي كيتخلط مع العجينه كيولي اخضر. اذا غنبداو باول حاجه بالبيض، 4 ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. غنعزلوا الصفر بوحدو والبيض بوحدو، غنعزلوا الصفر بوحدو في جهة والبيض بوحدو. هاد الكيكة راه كتجي زوينة بزاف، كتشهي. جربوها وراكم ما غتندموش. صافي، غنبداو ان شاء الله. غنبداو بهاد الصفر ديال البيض، غنديرو معاه كاس ديال الياغورت بنكهة البنان. انا عندي، المهم نتوما تقدروا ديروا اي نكهة بغيتو. والنكهة ديال البيستاج غتجي زوينة مع هاد اللون الاخضر. ربع كاس اولا كاس لاروب ديال الزيت، وغنديرو نصف الكمية ديال سنيدة 125 غرام في الصفر ديال البيض، و 125 غرام الاخرى غنديروها مع البياض ديال البيض باش نطلعوه. صافي، غنطربوا هاد الشيء حتى تذوب سنيده، تما ما يبقاوش الحبيبات ديال السنيده كيتسمعوا. غنخليوه وغنمشيو للبيض ديال البيض، غنديروا معاه ساشي ديال الفاني. وقبل ما ندير سنيده غندير واحد الرشه ديال الملح، غير واحد الشويه ديال الملح، حيت هاد الشويه ديال الملحه كتخلي البيض ديال البيض يطلع مزيان ويولي بحال الثلج. غنطربوه بالطراب الكهربائي حتى يرغوي. من يولي بحال الرغوة غنبداو نديرو سنيدة بشوية بشوية. دابا غنبدا نكب سنيدة شوية بشوية. هاد 125 غرام تانية، وغنطلعو هاد البيض ديال البيض تيولي بحال الثلج. الكيكه اللي كيكون البيض ديال البيض مفروق على الصفر كتجي زوينه، كتجي زوينه وهشيشه، وكيجي فيها واحد المذاق سبحان الله مختلف على الكيكه العاديه. غنطرب واحد 10 دقائق تقريبا تيطلع هاد البيض ديال البيض مزيان، حتى كيولي واقف. وخا نقلبو البول ما كيطيحش، كيبقى شاد في راسو، كيقصح كيولي شاد في راسو. غنوليو الخليط الاول،
وغنزيدو فيه الطحين، نديرو هاد الصفاي هذا، وغنديرو كاس الاول العبار بكاس العنبه، وغنديرو هاد جوج ديال الخمارات، نغربلوهم مزيان باش الكيك يجي زوين. صافي دابا غنطربو غير بالطرب اليدوي. غنزيدو واحد نص كاس ديال الفورص، هاد الكيكه هادي خدت لنا كاس ونص ديال الفورص. نستمروا في التحريك مزيان، صافي. ودابا غنخلطوا داك البياض ديال البيض مع الخليط ديال صفار البيض وباقي المكونات، نخلطوا غير بشويه حتى يتخلط مزيان. وما يبقاش باين الصفر بوحدو والبيض بوحدو، حتى يندمجوا مزيان غير بشويه وغير بمعلقه بلا ما نستعملوا الطراب باش ما يطيحش داك البيض ديال البيض، يبقى شاد في راسو. دابا ملي كيندمج هاد العجين مزيان غنولي نفرقو على جوج باش النص غنخليوه بيض والنص الاخر غنضيفو له الملون الاخضر. حاولوا تقسموا العجين بطريقة متساوية. غناخدو نص معلقة صغيرة من هاد الملون وغنضيفو عليه واحد القطيره ديال الماء. كما قلت لكم هذا الملون واخا كيبان لكم اللون ديالو صفر، ملي كيقيسوا الماء ولا العجينه ولا كيولي اللون ديالو اخضر. صافي غنضيفو له واحد شويه ديال الخليط ديال الكيكه، وغنضيفوه للنصف العجين وغنخلطو كل شيء. غنبقاو نخلطو غير بشويه حتى يولي نصف العجين كله اللون ديالو اخضر. غنستمروا في التحريك حتى يولي نصف العجين اولا نصف الخليط كله اخضر. كما قلت لكم يكون الخليط البيض والخليط الاخضر يكونوا متساويين، خليو نفس الكميه منين تقسموهم، حاولوا تقسموهم بالتساوي. غناخد واحد
الكيس بلاستيكي هذه الطريقة ديال أننا نديرو كل لون في كيس بلاستيكي كتجي سهلة. دابا غنديرو الخليط الأخضر تهو في كيس بلاستيكي عندنا الطاجين ديال الحرشة مدهونة بالزيت والدقيق. إلا دهنتوها بالزبدة ما تحتاجش تديروا لها الدقيق، تقدروا تديروا في المول، ولكن بالنسبة لهاد المقلة أو لهاد الطاجين راها ما كتلصقش حيت غليظة وما كتحرقش. غنتقبل البلاستيكات بجوج وغنبقاو نكبو الخليط الابيض والخليط الاخضر. نفس الكميه اللي كبينا ديال الخليط الابيض غنكبو ديال الاخضر. صافي غنستمروا على هاد الشكل تنكملوا هاد الكيكة كاملة، شوية بيض وشوية اخضر، شوية بيض وشوية اخضر كما كتشوفوا. حتى نكملوا الخليط كامل. هاد الكيكة راه كتجي زوينة وهشيشة. هانتوما كيما كتشوفو هو دابا كامل، اللي بغى يخليها هكا راه كتجي زوينة، واللي بغى يزيد يزوقها راه كتجي زوينة. غنحاول نضربو شوية المول، نخبطوه شويه باش توزع الكيكه على المول كامل. انا غنختار نزوقها بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وبالنسبه لكم الا بغيتوا تخليوها عاديه حتى هي راه كتجي زوينه. يمكن لكم تزوقوها بالطريقه اللي بغيتوا او لا تخليوها هكاك، كيبقى لكم الاختيار. صافي دابا غندخلوا الكيكه للفران، غنخليوها 30 دقيقه. الكيكه هي وجدات كما كتشوفوا، راه كتوجد دغيا دغيا وكتجي زوينه بزاف. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.